تمكننا الطاقة من التنقل ومن نقل أغراضنا، كما تضمن لنا الرفاهية وحسن سير اقتصادنا. تعتمد الجزائر أساساً في إنتاج الطاقة على النفط والغاز. هذه الطاقة الأحفورية محدودة ويوماً ما سوف تنفذ، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على تراثنا الطبيعي. مع ذلك فإننا نبذر هذه الطاقة الرخيصة يومياً. الحل: الانتقال الطاقوي من خلال التحكم في الطاقة واللجوء إلى الطاقات المتجددة. معاً سنرفع التحدي.